فيكم، كيف حالكم؟ أنا ديما من قناة العائلة السعيدة. اليوم عملنا سلايم. الفيديو جاي بنفرجيك كيف عملنا سلايم. يلا نبدأ للفيديو كيف عملنا سلايم. أشكال سلايم. يلا نبدأ مع بعض نعمل أشكال حلوة كتير في السلايم. أغرز قلب، هذه وردة، هذا دائرة، هذه دائرة، هذه فراشة، هذه ما بحتاجها، هذا مقصي، مقصي بحتاجه، هذه سكينة بحتاجها، هذه شوكة فيها بحتاجها، هذا الصحن بحط فيه بحتاجه. شايفينه؟ كويس؟ هل يعني بجد؟ الوحوش اللي شفته حلو؟ اكتب ديما ورابط. يلا نبدأ نعملها دبة. شايفين مدبها دبة دبة Thank you.
وحش على اليوم ده كل بطة مش بيض بطة حب البيض كتير عملها صح فيه كبير 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 كبير
كباب كباب. أنا مصر بحبش الكباب. طعمه زي الشطة الكباب، طعمه زي الشطة، الشطة الحار حار، الشطة 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 الحار الحار، شط شط الشطة الشطة الحار الحار، الشطة الحار 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 حار 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 حار. أنا مكيف اليوم، حاجة نعمل سلايم. كبيبة 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 اليوم هيك بنعمل هيك الكباب. خليه هيك 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 اها صح الكباب. شوف ادق مش ادق، لا ادق 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 كباب. الكباب ممتاز. عمل كباب 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 والقطة مدلعة والقطة مدلعة والقطة مدلعة والقطة مدلعة وتقول 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 مش قصين قصين وتقول 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 مش قصين قصين وتقول 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 مش قصين مش كتابة مجهز جهز اي 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 جبنز ديك اسماعي جهز جهز محلى
محلى سلايم هي محلى سلايم هي وعملنا في كباب واشكال كمان يعني على الحلويات محلاها السلاي محلاها السلاي ومعنا العمايل ومعنا هاي عوكا تبعك تيزخ هاي عوكا اي 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 زي السلاي زي السلاي لآخر الحلقة عملونا لايك وشير وسبسكرايب واضغطوا على زر الاشتراك هذا لصغير الجرس يطلع لكم فيديوهات كتيرة مع السلامة عملوا زي سلايم وابعتوا لي اياها على البريد الالكتروني هنا على صفحة ديما ورغد او على هذا الصفحة واضغطوا سبسكرايب مع السلامة عشان يطلع لكم فيديوهات كتيرة